اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 37 اللي بعنوان الاريا يوزنج الدايمنشنز. كلمه دايمنشنز احنا خدناها الدرس اللي فات وتعرفنا عليها، وقلنا ان الدايمنشن عباره عن السايد ده او السايد ده. الدرس بتاعنا النهارده هنتعرف اكتر على كلمه دايمنشنز، وهنحاول نقولها كتير ونستبدلها مكان كلمة الروز والكولومز. يعني زي ما احنا شايفين هنا في الريكتانجل ده، الريكتانجل ده عشان نحسب الاريا بتاعته كنا بنعمل ايه؟ بنشوف عندي كام رو وبنشوف عندي كام كولومز ونعمل لهم هما الاثنين عملية مالتبليكيشن، ونقول 3 تايمز 5 يديني 15 سكوير يونتس، او كنا بنعد 1 2 3 4 5. وطبعا دي طريقة ما ينفعش نتعود عليها لان احنا لازم نحفظ التيبل ونحل بالطريقه دي. المطلوب مننا الدرس ده يا اولاد ان احنا نحاول نقول كلمه دايمنشنز كتير. يعني لما اقول لك دايمنشن ممكن يكون عدد الروز وممكن يكون عدد الكولومز. طب ممكن يكون في دايمنشن عندي كبير ودايمنشن عندي صغير، هل هنقول اللونجر دايمنشن والشورتر دايمنشن؟ هنقول الدايمنشن الكبير والدايمنشن الصغير؟ لا، لما بنلاقي الدايمنشن كبير بنقول على طول ان هو اسمه اللينس، ولما نلاقي دايمنشن صغير بنقول عليه الايه؟ الويدز. يبقى احنا في الليسون ده عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف ان انا عندي حاجه اسمها دايمنشن. الدايمنشن ده ممكن اقوله مكان الروز او ممكن اقوله مكان الكولومز. طيب الدايمنشن الكبير هنسميه ايه؟ هنسميه اللينس، والدايمنشن الصغير هنسميه ايه؟ هنسميه الويدث. يلا ناخد التشيك بوينت الجميله دي. بيقول لي determine the dimensions of each figure then calculate the area of each figure. determine the dimensions يعني ايه؟ نشوف ده كام وده كام. انا عندي هنا 1 2 3، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 3. كنا الدرس اللي فات بنقول ايه؟ 3 روز. لا، احنا عايزين نتعود على كلمه dimension، لان احنا لما هنكبر ان شاء الله الكلمه دي اللي هنستعملها كتير. طيب الدايمنشن ده قد ايه؟ 1 2 3، يبقى برضه 3 ايه؟ 3 يونتس. يبقى انا عندي الاريا عندي هتيكوال ايه؟ الدايمنشن ده تايمز الدايمنشن ده، يبقى 3 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 9 سكوير يونتس. طب يلا هنا الدايمنشن ده كام؟ 1 2 3 4 اند 5، يبقى ده 5 يونتس. طب الدايمنشن ده كام؟ 1 2 يبقى 2 يونتس. طيب الدايمنشن الكبير ده هنسميه ايه؟ هنسميه اللينس، ده كده اسمه اللينس. والدايمنشن الصغير هنسميه ايه؟ هنسميه الويدز. يبقى الاريا عندي هنا هتيكوال 5 تايمز 2 اللي هي تديني 10 سكوير يونتس. طب يلا هنا الدايمنشن ده كام؟ 1 2 3. والدايمنشن ده كام؟ 1 2 3 4. مين فيهم الدايمنشن الكبير؟ هو ده. نسميه ايه؟ يبقى ده نسميه اللينس. والدايمنشن الصغير نسميه ايه؟ نسميه الويدز. هتقولوا لي يا مستر احنا هنا اللينس خدناه مكان الروز وهنا خدناه مكان الكولومز. اقول لكم خدوا بالكم يا اولاد، اللينس هو الكبير، الدايمنشن الكبير مش فرق هو موجود فين، مكان ما هو موجود الدايمنشن الكبير بنسميه اللينس على طول. طب يلا هنا هنا الاريا بكام؟ 3 تايمز 4 ايكوال 12. يلا هنا الدايمنشن هنا قد ايه؟ 1 2. والدايمنشن هنا قد ايه؟ 1 2 3. مين فيهم اللينس؟ اللي هو الجريتر اللي هو 3 وده الويدز. يبقى الاريا عندي 2 تايمز 3 equal 6 square yards. يبقى زي ما اتفقنا الليسون ده انا عايز كلمه dimensions تبتدوا تعرفوها وتعرفوا ان احنا ممكن نقولها مكان كلمه الروز والكولومز، والدايمنشن الكبير بنسميه اللينس، والدايمنشن الصغير بنسميه الويدز. تعالوا مع بعضينا نشوف البراكتس الجميل ده. بيقول لي determine the area of each shape. عايزين نشوف الاريا بتاع الشيب ده من غير ما نعمل count عن طريق استخدام الدايمنشنز. الاريا بتيكوال ايه؟ الروز تايمز الكولومز. عندي كام رو؟ 1 2 3، يعني الدايمنشن ده 3.
وعندي كم كولومز 1 2 3 4 5 6 يبقى الدايمنشن ده ال 6. يبقى لما نحب نعرف عدد السكوير يونتس من غير ما نعدهم نعمل 3 تايمز ال 6 يديني كام؟ يديني 18. طب يلا هنا عندي الدايمنشن ده كام؟ الدايمنشن ده 2. هقول بقى دايمنشن مش هقول بقى كلمه روز. طيب وعندي الدايمنشن ده كام؟ الدايمنشن ده 1 2 3 4 5 6 7 اند 8 مش هقول بقى كولومز. تمام، يبقى انا عندي الاريا ايكوال كام؟ 2 تايمز ال 8 ايكوال 16. طيب لو جيت سالتكم وقلت لكم فين اللينس، ده اللينس ولا ده اللينس؟ تقول لي يا مستر اللينس ده الدايمنشن الكبير اللي هو ده. طب وهنا فين اللينس؟ برضه هو ده عشان ده الدايمنشن الكبير. طب يلا اللي بعديها، هنا الدايمنشن ده بكام؟ ب 4. والدايمنشن ده بكام؟ ب 3. 4 تايمز 3 ايكوال 12. يبقى لو شفناهم كلهم وعديناهم هيطلعوا 12 سكوير يونتس. طيب فين اللينس هنا؟ اللينس هنا ده، ده اللينس. طب ليه ما قلناش عليه ده؟ لان اللينس لازم ناخده الدايمنشن الكبير. يلا هنا 1 2 3 4 يبقى الدايمنشن ده 4. والدايمنشن ده كام؟ 1 2 3 4 5 and 6. يبقى لما نيجي نحسب كل السكوير يونتس اللي جوه يبقى 4 تايمز ال 6 يبقى 24 سكوير يونتس. طب فين اللينس؟ الدايمنشن الكبير، يبقى ده اللينس وده الويدز. يلا اللي بعد كده، هنا 1 2 3 and 4، هنا 1 2 3 and 4، يبقى الدايمنشن ده ب 4 والدايمنشن ده ب 4، وهنا اللينس قد الويدز بالظبط. يعني ممكن اقول اي واحد فيهم لينس واي واحد فيهم ويدز، لكن ما ينفعش ابدا اللينس يبقى لزن الويدز. يعني اللينس ممكن يوصل لحد يبقى قد الويدز بس، لكن ما ينفعش يبقى ايه اصغر منه، والا هيبقى العكس، هيتحول هو الويدز والتاني هيبقى اللينس. طيب هنا فين اللينس؟ هو ده عشان الكبير كام؟ 1 2 3 4 5 and 6. وهنا 1 2 3 4 5 يبقى الدايمنشن ده اس 5. يبقى ده اللينس هنا وده الويدز. طيب هنا كام الاريا؟ 4 تايمز 4 يديني 16، وهنا 6 تايمز 5 ايكوال كام؟ ايكوال 30. يلا مساله التشالنج، يقول لي يوز ذا رولر تو ميجر ذا ويدز اند ذا لينس اوف ذا ريكتانجل. اه ناخد بالنا ان كلمه الويدز يعني الدايمنشن الصغير، هنا 1 2 3 هنا 1 سنتيمتر، وهنا another 1 سنتيمتر، وهنا 1 سنتيمتر. 1 بلس 1 بلس 1 يبقى ده كام؟ يبقى ده كده 3 سنتيمترز. وهنا 1 2 3 4 5 and 6 وده كده 6 سنتيمترز. ناخد بالنا مين بقى فيهم الويدز، ده ولا ده؟ الويدز طبعا هيبقى الصغير، واللينس فين هو؟ هو ده اللينس طبعا، ان اللينس بيكون هو الكبير. بيقول لي هنا calculate the area of the rectangle، يبقى نعمل ايه؟ نقول كده the area equal ايه؟ 3 times ال 6 اللي هي هتديني 18 square units. هنا بقى لو جينا عملنا السكويرز اللي جوه دي ونعدهم هيطلع معانا 18. يبقى احنا دلوقتي هنبتدي نتعلم ان الشكل لو جالي فاضي كده نعمل ايه؟ نشوف الدايمنشن ده قد ايه ونشوف الدايمنشن ده قد ايه ونعمل لهم هما الاثنين تايمز يجيبوا لي الاريا على طول. وبكده يا واد يبقى خلصنا الليسون. ليسون جميل جدا وسهل وبسيط وقصير. كل اللي عايزكم تعرفوه ان احنا عندنا كلمه اسمها دايمنشن، الكلمه دي ممكن اقولها مكان الرو او ممكن اقولها مكان الكولو، وعايزين نتعود على نطقها كتير. والدايمنشن الكبير بنسميه اللينس، والدايمنشن الصغير بنسميه الويدز. رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق إن شاء الله.